أما إحنا عندنا لها الإشعارات اللي توصل لي، مثلا هني الدكتور دات لي إشعار إنه ممكن إذا كان خط كان خط حسن يقدر إني أكتب خط إيدي، هني راح تكون الإشعارات، هني راح يكون رسائل أقدر أنا شو أسوي رسالة ما بيني وبين الدكتور، ولكن فيها شوية تعلق، مرات الدكتور ما يقدر يرد عليه بالرسالة فيقدر يرد علينا اللي هو بالكومنتات. أوكي هذه الإشعارات. أما بروفايل، بروفايل هو شنو؟ بروفايلي أنا الخاص فيني، أقدر أغير الصورة طبعاً، هني حاط لي ستودنت اللي هي أنا طالبة، راح تكون لي الملصق، شو ملصق أنا حاطة، المتابعة، شو أشخاص قاعد يتابعوني، هني راح تكون البودر، هني المتابعة طبعاً ما اللي أنا متابعتهم دكتور عادل، هني الأرشيف طبعاً ما عندي شيء مسوي، أنا مسوي المايو بس عشان أتابع أخبار الدكتور، مثلاً هني أنا مسوية شعبة الساعة واحدة. تطلع لي كذي انه بدز لهم معلومه، ادز لهم اي شيء، اكتب لهم ويحطه، يوصل لهم الاشعار على طول. صفحه جديده ايضا كذي، احط اسم الصفحه، صفحه المعلومات شنو ابي اكتب، وادز حق اذا مثلا كنت دكتوره او شيء، ادز حق الشباب اللي انا عندهم. هني اقدر اسوي تعديل للبروفايل، شلون اقدر اعدل الاسم، النكنيم اللي ادخل فيه البرنامج، جامعتي أنا وين، كلية التربية أو كلية العلوم الاجتماعية، القسم شنو قسم، رياضة أطفال، اجتماعيات، سنة التخرج، نبذة عني، وأقدر أيضا بعد أغير كلمة المرور، وهني اللي هو الإيميل والموبايل والجنس وتاريخ الميلاد، اللي هي تعديلات يعني راح تكون تقليدية، وأقدر أحط صورة من إزالة صورة حالية أو مكتبة أو اللي هي التصوير. هذا هو برنامج المايو، جدا سهل، ما في اي تعقيد، جدا 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 سهل ومريح ايضا بشكل ما تصورونه. هني راح تصير عندنا الاعدادات، اذا انا ابي اشعارات خارجيه احط لي اعلان جديد يوصل لي.